قدره أقعده في كرسيه المتحرك بعد أن صعقته الكهرباء التي أفقدته أطرافه الثلاثة، ليعيش بارق بإعجوبة بعد أن فجر التيار الكهربائي قدماها ليتركه مقعدا طوال العمر. كنت أشتغل عمالة أنا، وفزعني ولد خوي لي، ورحت جاي أربط كهرباء مال بيت وعلى الواطي، وأنا مطفي طبعا من المحولة من جواي، فثال الضغط العالي بكهرباء وأنا ما أدري ما أدري شلون هذه قلبته ولزمني بذبني من فوق، فقدت صار تفحم بلا وردة والشرايين. الكهرباء من طقت يعني ضربت صفحتي منها، هاي صفحتي طقة منها ضربت صفحتي، بعدين الكهرباء من طلعت من الأطراف، من يعني على قد مو قوي، هذا الضغط العالي حيل قوي الدكاترة تقول، فعلى قوته طقق صابع رجلي كلهم. بارق لديه 5 أطفال لا يجدون معيلا لهم غير راتب لا يكفيهم من الرعاية الاجتماعية، فضلا عن منزل متهالك بالإيجار، ويطالب بارق من خلال التغيير بتوفير راتب يكفيه وأطفاله عن السؤال، مع أطراف صناعية ليستطيع المشي. راتب ما رعاية بس، كان ينطوني 170 يعني بالضبط 73، فصار شهر هذا الشهر الثاني نستلم 180 270 يعني زودوا 100. لا والله يعني على هالمصرف والإيجار والمولد والكذا يعني شو تكفي يعني، وأنا عندي 5 أطفال مو واحد واثنين، يعني احنا 7 نفرات ووالدتي وياي. أن تكون من ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق فذلك يعني أن لا حقوق لديك، ولا توجد قوانين تعينك في هذه الحياة، وإن وجدت فلا تجد هذه القوانين من يطبقها، فما زالت الأسود في بلاد الرافدين تموت جوعا ولحم الضأن أكملها أنت. للتغيير سعدون السلطان، كركوك.